السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد وحلقة جديدة من كارير مود، مهنة مدرب إنشاء فريق. قبل ما نبتدي، اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. وصلوا هذا المقطع أكثر من 12,000 لايك. خلينا نروح مباشرة ونشوف جدولنا لحلقة اليوم. أوكي، طبعا المباريات هذه كلها تقريبا بعضها نلعبها وبعضها سكيب، لكن هذه المباراة أعتقد بكأس الإمارات فمهمة بالنسبة إلي، ويا رب نفوز. الحلقة اللي راحت خرجنا من كأس الاتحاد ضد ليستر سيتي 3-0، كانت نتيجة كبيرة بالدور أو بالجولة الثالثة. أوكي، اليوم اللي راح يصير راح نغير التشكيلة رسميا يا شباب، ومجبري قالوا لي خليه يلعب كام. راح نغير التشكيله لعيونكم ونجرب الخطه اللي انتم كتبتوها ايدي، الاربعه اثنين ثلاثه واحد. عندنا هذه يا شباب وعندنا هذه، اعتقد الاجنحه افضل لنا، عندنا لاعبين اجنحه وسرعات عاليه، فبهذا الشكل خلينا نروح ونضبطها. مجبري مباشره راح ياخذ هذا المركز، ريف لازم ندربه على الدي ام اف، انجولو لازم نرجعه للار ام، هذا اللاعب بعد لازم نخليه ال ام. خافير، اوكي اسمه خافير مو تشافير يا مصطفى، اوكي يا شباب خافير ان شاء الله ما انسى. اوكي، توماس اسانت اول شيء يا شباب لازم نسوي له خطه تطوير ونغير الخطه اللي هو بها حاليا، جناح متناوب، باقي اسبوعين بس والله حرام. خلينا نخلصها يا شباب، يلا نغير مركز. اوكي، وهذا اللاعب يا شباب عمره كبير، هذا 30 سنه. اوكي اسبوعين بس، جيد جيد جيد. ريف الكابتن، ريف القائد، صاحب 28 سنه اللي طاقته 69، يعني لازم من القائد بخط الوسط شو يكون عمره يا شباب صغير وطاقته اكثر من 75. نحاول ان شاء الله، بس حاليا هذا اللي عندنا وهاي امكانياتنا. ما يرجع وسط والله صعب صعب، 273 اسبوع. اوكي، بوردو راح يلعب سي دي ام يا شباب، وريف عندنا راح نخليه سي ام، يعني بوردي هو اللي راح يغطي الدفاع ان شاء الله. عندنا انجولو بعد لازم نغير مركزه، وكولي بعد يا شباب لازم نغير مركزه. اوكي خلينا نخليه يا شباب، احنا جايين نلعب سي ام سي دي ام، خلي هذا سي ام. موريرا عندنا احتياطي، سي دي ام يكون احتياط لبوردي. بالنسبه لانجولو لازم ندربه 3 اسابيع ويكتسب جناح متناوب. اوكي ننتظر 3 اسابيع وندربه ان شاء الله على ال ام. اهم شيء ثقه الاداره حاليا عندنا 97، الثقة عالية وأمورنا طيبة ومرتاحين. طبعا احنا حاليا متصدرين للدوري ب 23 نقطة، فارق 4 نقاط على أقرب ملاحقينا، إن شاء الله يا شباب نبقى بالصدارة. هاي المباراة حاليا بالمركز ال20 هذا الفريق يا شباب، فنسوي لها محاكاة. حلو، فزنا 3-1 ريف، وهنبعل مجبري ودالي سجلوا. هولدن خلاص ما راح يتطور بعد يا شباب، وأعتقد راح نحوله للآر إم. أوكي جت تقارير فريق الشباب، تقارير جديدة عندنا، هذا اللاعب يوصل 85 من 79 ل 85، والله ما أدري الصراحة هل أبقيه أو لا، خليني نعطيه فرصة، بس إذا نزل للثمانين يا شباب أطرد الصراحة، ما أريد لاعب بالثمانين. من يصعد لاعب بالستين طاقاته ممكن أصعده للفريق الأول، بس لازم نزيد طاقاتهم بالستينات. يلا طبعا أنا جاي أشتغل على فريق الشباب وجاي أصعد اللاعبين اللي يجيبهم المستكشف دائما، بس المتوقع يكون عالي مثل هذا اللي 94 93، هذول اللي يلا صعدهم الفريق الشباب. وبنفس الوقت يا شباب لما أجيبهم الفريق الشباب جاي أدربهم، يعني هسه أدخل أسوي خطة تطوير لكل لاعب، ماشي على هذه الأمور من بداية السلسلة، وأحاول أصعد أفضل اللاعبين الفريق الأول. يعني هذا ال ام نخليه وسط متناوب على الطرف حتى تزيد سرعته، وهذا بعد وسط متناوب على الطرف. اوه السرعه عنده جيده، هذا الانهاء عنده تعب. اوكي يزيد ما عنده مشكله. هسه عندنا مباراه بالدوري ضد صاحب المركز 11، بعد هذه المباراه عندنا مباراه كاس يا شباب، فمباراه مهمه اللي بعدها. احاول اريح اللاعبين ان شاء الله بعد هذه المباراه او اثناء المباراه، وممكن حتى بهذه المباراه راح اريح بعض اللاعبين. مجبري عمره 19 سنه، طاقته 67، اتوقع من عنده يوصل رقم حلو، بس يا شباب ما راح يكون افضل شيء الصراحه، صعب جدا انه يكون افضل شيء. يلا نزول لاعبين الى ارضيه الملعب، مباراه خارج ملعبنا على ملعب الخصم يا حبيبي، ان شاء الله الفوز يا رب ونبقى بالصداره. هذا الموسم جاي نأدي بشكل رهيب، شغلنا جيد يا شباب بالفريق، بس بنفس الوقت لحد الان ما طورنا اللاعبين وما جبنا لاعبين اقوياء. اللي نريده لازم نجيب لاعبين نعتمد عليهم اذا صعدنا للتشامبيون شيب. الله 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 ستر، الله ستر، الله ستر، لا لا الله 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 يا خافير، يا سلام والله احنا حارسنا ماكو كلمات يا شباب تكفي لمدح هذا الحارس الصراحة. لحد الآن هو السبب الرئيسي اعتقد بالمركز الأول اللي احنا بيه حاليا. خطي خطي، الله 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 يا تشافير او يا خافير. يلا بوردي، هي وين وين يا حبيبي وين؟ بوردي يلعب بالقدم اليسرى يا شباب، فغيرت مركزه وخليت ريف من هذه الجهة يلعب. يلا هي هي، يوه شلون 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 شلون، لا 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 يا الحارس، شوف التصويب كيف يا الله يا ولد، هي هذه ما تضيع. اوه لا 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 لا، من جديد حارس المرمى خلاص
مجبر. يا سلام، الهدف الأول 1-0 عن طريق مجبر. يا شباب، اللاعب يجي منه إن شاء الله بالمستقبل ويكون يتطور أسرع ويصير إنهاء أقوى يا رب. شوف 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 تمريرات، يا سلام، أوب 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 أوب، والكرة بالشباك بعد الثالث محاولة، يلا قدرنا نسجل بالدقيقة 45، انتهى الشوط الأول 1-0. شوف احنا هسه لازم نغطي الدفاع، أهم شيء الدفاع، لا نستقبل هدف يا شباب، أهم شيء نبقى بالصدارة، مهمة جدا الصدارة. الله الله الله، الحمد لله العارضة، خافير رهيب وعارضته أرهب منه بعد. روح اهرب سلفادور، سلفادور روح يا ولد، روح يا ولد، روح يا ولد، يا سلام. اطلع 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 اطلع، هذه التصويبة، هذه تصويبة يا جيمس يا دالي. ايه خطأ 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 خطأ، ضيعها ضيعها مولن، لا يا مولن. خلنا ننزل توماس أسانت يا شباب بدل سلفادور، نطلع بوردي يا شباب وننزل موريرا. مجبري مجبري، الله يا سلام. أهني اللي كتب لي بالتعليقات خلي مجبري كام وراح تشوف الأداء الرهيب. أهنيك يا صديقي، يظهر مجبري راح يكون قائد الفريق، بس يا رب بكل المباريات يأدي مو بس بهذه المباراة. شوف الولد استلم والتصويب، لا لا رجله حلوة، رجله حلوة بأرض الملعب، حلو حلو مجبري. يا ولد يا ولد يا ولد، الله 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 الله، هذا اللي يقول لك خلط يا حبيبي، هذا يا سلام عليك يا سلام. لا 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 لا، الفريق بهذه الخطة، شكرا اللي كتب لي بالتعليقات مصطفى العاب 4-2-3-1، شكرا لك يا صديقي، والله الخطة جبارة، وإن شاء الله نشوفها بالمباريات القوية، يا رب تكون فعلا قوية. خلاص انتهت المباراة 3-0، أداء ونتيجة رهيبة، أول مرة أحس عندي فريق اليوم يا شباب، الصراحة أنا مستمتع بهذا الفريق. اوكي مباراة كأس، لا هذا مو كأس الامارات، هذا كأس، وش هذا الكأس يا شباب؟ اوكي الـ EFL، هذا الفريق اللي راح نلعب ضده اتوقع بالتشامبيونشيب، يعني اقوى من عنده اتوقع. اوكي هذا الفريق لعب مباراتهم الاولى يا شباب بالمجموعات ومتعادل، فهسه عندهم مباراة ثانية ضدنا، يلا بسم الله نروح ننطلق للمباراة وبإذن الله نجلدهم. اوكي وبسم الله يا شباب، يلا الى ارضية الملعب وصافرة البداية، ويا رب الاداء يكون رهيب يا مجبري. يلا يلا يلا، الله لا 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 يا شباب، لا لا والله والله اللاعب رهيب، والله اللاعب رهيب، أسطوري أسطوري. أنا كنت ظالمك ظالمك، خلك بخط الوسط أنت يا حبيبي كام، وأحلى كام. شو شو جيمس دالي، جيمس دالي يا سلام، أهمنيك على الأسست يا دالي. يا ولد يا ولد يا الله، لا لا نزلت توماس سانت بدل سلفادور. يلا اوه بعيده بعيده، روح دال يا سلام، هدف ثاني 2-0 يا شباب، امورنا حيل 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 طيبه، ما جاي نستقبل اهداف، دفاعنا منظم، هجومنا رهيب، مجبري عالمي، لازم اطلع مجبري وخلي ننزل بول، اللاعب ما عنده مشكله يلعب كام كولي، حلو طلع جيمس دالي وننزل مولين. طبعا مولين اللي ما يعرف عمره 18 سنه بس، حلو كولي، الله 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 يا ولد، يلا يا كول، هي جول 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 جول، مولين هذه المرة 3-0، لا 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 فريق حلو، واتوقع الاندية اللي واجهناها ها بس اكو لعب برضه الملعب يا شباب، والله ما كنت ضد اضعف فريق اقدر ادي هذا الاداء، حتى من جيت بالدرجة الرابعة ضد المتأخر والمتذيل ما اقدر اسجل هذه كمية الاهداف واصنع كمية الفرص هذه، فحاليا فريقنا لا لا واضح انه افضل. خلاص صفرة الحكم، فوز ثاني وفوز ثاني بنتيجة عريضة. اوكي سلفادور اكتسب مركز الال ام، تحول رسميا للال ام، وخلي ندربه على وسط متناول، هو اصلا ما يتطور يا شباب عمره 30 سنه، خليه متوازن. اوكي شباب مثل ما تشوفون احنا بالصداره ب 29 نقطه، المركز الثاني عنده 25 نقطه، الفارق 4 نقاط، لكن المباراه هسه ضد صاحب المركز الثاني رسميا، فيا شباب ضد ستاندرد لاند، المباراه هذه اتوقع اتوقع راح يكون لها تاثير كبير بترتيب الدوري، خلي نروح للمباراه ونجلد بنفس التشكيله ما نغير بها شيء. يلا على بركه الله، يلا بسم الله ويا رب. شباب مباراه اختبار لنا الصراحه، صاحب مركز ثاني فريق شويه قوي، فريق محترم، يلا يا دالي يا سلام، مجبري مجبري اريد اداء عالمي، مجبري اوف سايد اوف سايد اوف سايد اوف سايد، استعجلت يا انغولو، خلص خلص، هي هي اللاعبين نهائيا ما يعرفون يصوبون الضربات الحره. اه يا سلام يا خافير، والله صعبه
يا ولد يا ولد يا ولد خافير جاي نعاني. يستاهلون جول والله والله يستاهلون يستاهلون يستاهلون. فريقهم منظم منظم رهيب. فاول يا حكم، انذار انذار حكم. اوه احمر والله. حلو 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 حلو. وين يا حبيبي وين 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 جاي تلفها؟ اوكي الشوط الاول ينتهي، المفروض الشوط الثاني راح ننزله افضل، والسبب عندهم طرد. حلو مجبري. لا راح ننزل توماس اسانت يا شباب بدل سلفادور. مجبري. يلا نقولوا يلا يا نقولوا يلا يا نقولوا. هي لا 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 هذا هذا هاي يسموها حظ يا شباب. حرام حرام حرام. خسرنا والله والله خسرنا، وعلى ملعبنا وامام جمهورنا. شوف تصويبة قوية. يا الله عانينا بهاي المباراة. فريق قوي، فريق اللي ضدنا قوي ومحترم الصراحة، والمنافسة قوية راح تكون بالدوري. هولدن اكتسب مركز الار ام رسميا، وخلي ندربه بعد على وسط. اوه هولدن يا شباب ما يتطور خلاص، عمره 25 سنة وتوقف عن التطور. اوكي فزنا على فريق بالمركز 13-2-0. حنبعد المجبري سجل وجيمس دالي سجل. شوف الدوري حاليا احنا 32 نقطة. تاندرلاند اعتقد خسروا مباراتهم الأخيرة فرجعوا الفارق 4 نقاط. اوكي عرض عارة لجينكينز يا شباب، هذا اللاعب اريد ابيعه انا، 17 سنة. بنسوي تفويض، خيار الشراء نلغيه بدون خيار شراء، اذا تردون اخذوه. اوكي نادي بعد بمركز 13 وبعد محاكمة. اوه هالمرة تعادلنا وحنبعل مجبري يا شباب، بعد سجل هو جيمس دالي. حلو يعني الخطة ماشية على حنبعل وجيمس دالي، هم افضل اثنين عندي حاليا. طبعا من فريقنا عندنا دالي عنده 7 اهداف، المتصدر عنده 11 هدف، مجبري عنده 5 اهداف. والله مجبري جيد اخر فترة، صار يسجل بالدوري اهداف كثيرة. ايش رايكم ندرب مجبري يا شباب على هداف ظل حتى يزيد الانهاء عند اللاعب ويتطور اسرع؟ 4 اسابيع. حلو حلو حلو، ان شاء الله راح يشتغل على نفسه بقوه يا رب. اوه فريق بالمركز الرابع، هاي المباراه شويه صعبه. شفيلد ويد اعتقد مباراه راح تكون صعبه علينا. توماس اسانتا اريد ينزل اساسي، هذا المدافع اريد اطلعه ونشوف لنا مدافع احتياطي اللي هو تايلر. 27 سنه تايلر، والله كبير، ما عندنا دافع صغير. اوكي لازم نساعد والله من فريق الشباب، لاعبين صغار هم، خليهم ينزلون احتياطيين احسن يا شباب. وهذول نحاول نبيعهم، لازم اعرضهم كلهم للبيع. يلا على ملعبنا يا رب ما نخسر هذه المباراه، مهمه بالنسبه لي حيل مهمة. حلوة حلوة خافير. مجبري يلا دالي دالي. يا عمري يا عمري يا عمري، الهدف الأول 1-0. يا السلام على هجمة سريعة والتقدم بالهدف الأول وأسست من مجبري. شوف مجبري يا السلام، والإنهاء خرافية. جيمس يا دالي. لا 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 شباب تركينا واحدة، أريد أحد يروح يفتحون الزاوية. ما أقدر ما أقدر أتحكم باللاعبين، اللاعبين يصيرون ثقال مرة واحدة يا شباب، ما أعرف ليش. أوه أوه الله ستر الله ستر. أوه شوط أول 1-0 بعجوبة. الظهير اليسار جاب أم العيد باللقطة الأخيرة. أصعد يا مجبري أصعد يا مجبري مجبري. لا 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 لعيب لعيب لعيب. الله حلوة توماس. اوكي دالي اطلع انزل مولن وسلفادور بعد يا شباب خلي يشارك. حلوة يا سلام يا سلام. يلا يلا العب له العب له العب له العب له العب له العب له. لا لا يا حنبعل لا يا مجبري. يا سلام والله لاعب اسطوري، بس يحتاج يطور الانهاء عنده. يلا خلاص. الله 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 الله. لا لا هذا هذا هو خليفة رينالدينيو أو رونالدينيو رسميا. شوف 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 المتعة، شوف الجول. الله لا 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 والله يعلق له وصفق له. رهيب 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 رهيب. أتوقع هذا راح ياخذ الرقم 10 بالمستقبل القريب. ننزل كولي بدل ريف. مارد جول مارد جول مارد جول مارد جول. 2-0 حلوة. مارد يدخل مرمانه جول. يا سادلر يا سلام. مولين
يا سلام يا عمري يا عمري، هدف جول رهيب اسطوري من مولين، والهدف الثالث 3-0 بعد يا شباب، هجمه مرتده قتلناهم ودمرناهم بالكره هذه. لا حكم لا حكم. اوكي نهايه المباراه يا شباب 3-0، فوز جديد على صاحب مركز رابع 3-0، نتيجه رهيبه. الا المباراه ضد صاحب المركز الثاني كان ادانا بها تعبان الصراحه، بقيه المباريات كانت اسطوريه بحلقه اليوم، مباريات خرافي. اوكي جينكينز راح يطلع لمده سنتين يا شباب بقيمه 650 مليون قيمه اللاعب حاليا، اتمنى من يرجعنا راح تكون قيمته اعلى، فخلي نوافق وخلي يروح اللاعب. اوكي بالنسبه للاعبين اللي عندنا فريق الشباب، هذول كميه اللاعبين اللي عندنا، اذا تردون واحد من عندهم نصعده، شوفوا اعمارهم وشوفوا طاقاتهم وشوفوا ايش قد يوصلون تقييم بالمستقبل. اذا واحد تردوه يصعد كتبوا لي بالتعليقات حتى ان شاء الله ممكن نصعده، لان فتوني بتصعيد اللاعب خافير حارس المرمى، جدا فتوني يا شباب الصراحه، كنت توهان في حاله توهان انه اي حارس اجيب، بس فعلا طلع حارس اسطوري. اذا شفتوا واحد الى مستقبل كبير كتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله نجيبه باذن الله. طبعا انا مركز حيل على الاكاديميه اللي عندنا، هذا المستكشف ان شاء الله سنه ونطرده باذن الله، سنه او سنه ونص ونطرده، لما سردنا ميزانيه نعين مستكشف ثاني يكون 5 نجوم بـ5 نجوم مثل المستكشف الاستوني، فحتى يكون الحكم والخبره عندهم فول ويجيبوا لنا لاعبين فول. طبعا هذا المستكشف وهذا ما بقى شيء، يرجعون ان شاء الله الحلقه الجايه راح يرجعون، فيا دوله راح نبعثهم من جديد يا شباب، كتبوا لنا بالتعليقات حتى نشوف. هسه هذا بولندا وهذا عندنا بهولندا وهذا بانجلترا، ارجع وادز اعتقد لانجلترا او نروح نخلي فرنسا، هذا من يجي خلي فرنسا، بس هذول الاثنين وين تردوهم بعد كتبوا لي بالتعليقات. احنا بالصداره فارق 7 نقاط على صاحب المركز الثاني اللي جاي يتعثر كثير، بس مباراتنا ضدهم الصراحه ما ادينا بها، كل المباريات كانت اسطوريه. رايكم بالخطه الجديده ورايكم بحنبعل المجبري؟ وبس شكرا للمشاهده، لايك الاشتراك تفعيل زر التنبيهات، وفي امان الله.